Assalamualaikum. Sekarang kita sudah di Rusaibah Mekah. Sekarang kita insya Allah akan silaturahmi di rumahnya Syekh Ahmad. Nah, terus sama teman-teman di sana ada Kak Kiwitin dan ada Gus Nari. Assalamualaikum. إلى ما لا يأخذه عد ولا يعبر عنه بمقال ولا ينال بكسب ولا حيلة إلا بتخصيص الكبير المتعال من فضيلة النبوة والرسالة والخلة والمحبة والاصطفاء والإسراء والرؤية والقرب والدنو والوحي والشفاعة والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود والبراق والمعراج والبعث إلى الأحمر والأسود والصلاة بالأنبياء والشهادة بين الأنبياء والأمم والسيادة ولد آدم ولواء الحمد والبشارة والإثارة والمكانة عند ذوي العرش والطاعة والأمانة والهداية والرحمة وإعطاء الرضا والسؤال والكوثر وسماع القول وإتمام النعمة والعفو عما تقدم وما تأخر وجرح الصدر ووضع اللسان ورفع الذكر وعزة النصر ونزول السكينة وتأييد بالملائكة وإتياء الكتاب والحكمة وسبع المثاني والقرآن وتزكية الأمة والدعاء إلى الله وصلاة الله تعالى له والملائكة والحكم بين الناس بما أراه الله ووضع الإصل والإغلال عنهم والقسم باسمه والقسم وإجابة دعوتي وتكليم الجمادات والعجم وإحياء الموتى وإسماع الصم ونبع الماء من بين أصابعي وتكثير القليل وإنشاق القمر ورد الشمس وقلب الأعيان والنصر بالرعب والاطلاع ولسوف يعطيك ربك فترضى والاطلاع على الغيب وظل الغمام وتسبيح الحصى وإبراء الآلام والعصمة من الناس إلى ما لا يحويه محتفل ولا يحيط بعلمه إلا ما منحه الله ومفضله لا إله غيره إلى ما أعد له في الآخرة من منازل الكرامة ودرجات القدس ومراتب السعادة والحسنى والزيادة التي تقف ختم القاضية التي تقف دونها العقول ويحار دون إكرامها الوهم. فإن قلت لا خفاء على القطع بالجملة أنه صلى الله عليه وسلم أعلى الناس قدرا وأعظمهم محلا وأكملهم محاسنا وفضلا وقد ذهبت في تفاصيل خصال الكمال مذهبا جميلا شوقني إلى أن أقف عليه من أوصافه صلى الله عليه وسلم تفصيلا. فاعلم نور الله قلبي وقلبك وزاد في وضاعف في هذا النبي حبي وحبك. يقولها السيد علوي جدي دائما في فتاوي هذه الكلمة نور الله قلبي وقلبك وضاعف وكأنه تلميذ يخدم ويطرح على لقمان فلا عجب إن عادت الأيام وإن غابت الذوات عن الأعيان. نحمده إذ كشف بقاموس الإلهام غرائب الألفاظ وغوامض الكلام وأصلح بمعجم لا يصح لمثل أن يتحدث ولكن رجاء البركة والنظر وابتغاء Selamat
sholat tarawih berjamaah kemudian dilanjutkan dengan pengajian dan pembacaan syair. Dan sekarang istirahat. Para jamaah sekarang sudah bersalam-salaman. Semoga kita semua mendapatkan sholat yang bisa mengusulkan sholat dan mendapatkan dari beliau. Thank you.